إذا للحديث عن دور الإعلام المقاوم الحر في تاريخ الدول التي تتعرض للغزو والدور الذي لعبته قناة الرافدين في العراق منذ احتلاله وحتى اليوم، بعد 17 عاما ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان مسؤول قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين معاذ البدري، وعبر الهاتف من الدوحة الصحفي العراقي حسين دلي. نبدأ معكم أستاذ معاذ ومرحبا بكم. بداية، كيف ينظر اليوم لقناة الرافدين الفضائية وهي تحتفل بذكرى تأسيسها 17؟ تفضل أستاذ معاذ. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولمشاهدي عروس الإعلام العراقي في ثوبه المعاصر قناة الرافدين الفضائية. نعم. هذه القناة الفذة التي استطاعت في سنوات معدودة أن تفرض نفسها رقما صعبا في معادلات المشهد العراقي على اختلاف الأقعدة، سواء كانت سياسية أو ثقافية أو اجتماعية وغير ذلك. نعم. الرافدين باتت واحدة من مقاصد النظر العراقي من حيث الدعم والإشادة، وهذا ما عليه العراقيون بمختلف مكوناتهم، وهي أيضا توجه قراء المشهد العراقي من المنصفين وأهل التجرد إلى أن يتعاطوا مع الحدث العراقي ومشاهده بموضوعية وحطافة. هي أيضا قناة الرافدين نفسها مقصد النظر من حيث التحريض والعداوة وحياكة المؤامرات بغية إسكات صوتها والتشويش على صورتها، وهذا ما عليه أحزاب العملية السياسية بأشخاصها وذبابها ومن في فلكها من نفعيين وانتهازيين. كلا الطرفين يعد موقفه في صالح قناة الرافدين، فهو من جهة شهادة للتاريخ يكتبها الشعب العراقي بأصالته وثقافته وحضارته، ومن جهة أخرى هو إقرار ترضخ له العملية السياسية لأنها تعد خصما لم يستطع أن يخفي آلامه من الأضرار. نعم. التي ألحقت هذه قناة الرافدين من خلال إعلامها المناهض لهذه العملية ولمشروع الاحتلال. طيب أستاذ حسين، مرحبا بكم. يعني على هامش الذكرى 17 لانطلاق قناة الرافدين باعتبارها نموذجا للإعلام المقاوم والملتزم بقضايا الأمة، ولكن السؤال المطروح هنا، أي أهمية لهذا الإعلام الملتزم بقضاياه الوطنية وأيضا في موضوع قضايا الأمة العربية وحتى الإسلامية؟ شكرا لكم على الاستضافة. نبارك للرافدين في ذكرى 17، نبارك لجمهور الرافدين تبعت هذه القناة الوفية لأهدافها ومبادئها، استمرار هذه المسيرة الطويلة 17 عاما فترة ليست قصيرة، هي مسيرة حافلة بكل التحديات والنجاحات والإنجازات، وبالتأكيد مسيرة هذه الفترة الطويلة حملت أوجه كثيرة في ظرف صعب جدا ما مر على العراق هذه الفترة الطويلة، كان أعضاء كبيرة ينوع عن حملها الكثير من الجهات فضلا عن قناة إعلامية. أعتقد أنه الرافدين من حقها إدارتها والقائمين عليها والعاملين فيها من حق من يفخروا بهذه المسيرة الطويلة في هذا الظرف العصيب. هذا العراق تعرض إلى يعني حملة شرسة، هجمة غير مسبوقة. العراق بعد 13 عاما من الحصار جاءت بعده 19 عاما من الانهاك ومن المحاولات التدمير والهدم لكل الاسس السياسيه والاخلاقيه والاجتماعيه، تفتيت المجتمع، تشظيه، تفتيته، كانت لمسات قناه الرافدين ومعها كل التيار المناهض للاحتلال له وقع كبير وتأثير لا تخطئه عين كما يقال، وبالتالي نحن نشد على أيدي القادة على هذا القناة على الاستمرار بهذه المسيرة وهذا النهج المحترم الذي يقدره كل شخص مخلص ومنصف يسعى لتغيير الواقع الأليم الذي يمر به العراق والعراقيون. أستاذ حسين، يرجى أن تبقى معنا، سأنتقل إلى الأستاذ معاذ. أستاذ معاذ، هل تعتقد أن قناة الرافدين قامت بالواجب المنوط بها وهي تناهض الاحتلال الأمريكي ومشروعه السياسي المتمثل بالعملية السياسية والقوى الطائفية؟ بالتأكيد قناة الرافدين
يعني من وجهة نظرنا ومن رؤيتنا لها تنطلق من ثوابت شرعية وقيم وطنية. هذه الثوابت والقيم وما تقتضيه من حق وشرعية في الواقع العراقي بعد الاحتلال قادت القناة لمواجهة آلة الإعلام التي يوجهها الاحتلال وتتحكم بها أدواته في العملية السياسية وأحزاب السلطة. الرافدين حين أبصرت النور وجدت الساحة العراقية غارقة بالأكاذيب ذات الانحياز المتعسف، انحياز لمشروع الاحتلال وترويج لديمقراطيته الزائفة وتطبيل لدستوره المسخ. وجدت ايضا الرافدين كما غير مألوف لدى الشعب العراقي من الاعلام المبتذل والطرح الطائفي والمحتوى المتدني من الثقافات الدخيلة على الشعب العراقي. كل ذلك كان يجري وسط جو من التفاهة التي تهدم ولا تبني وتفسد ولا تصلح، ومع ذلك عملت الرافدين على مواجهة ذلك كله، فأقامت وما زالت تقوم بالواجب، وهي بلا شك تسعى للمزيد، لأن الواقع العراقي ما يزال مريضا وبحاجة إلى علاج دائم. نقولها بكل صراحة وبكل وضوح، الواقع العراقي بمشهده الإعلامي بحاجة إلى قناة الرافدين الفضائية، لأنها المنبر الوحيد الذي بإمكانه أن يعطي العراقيين ما يحتاجونه. أستاذ حسين، يعني في هذا السياق لا نبتعد كثيرا، هل تعتقد أن الحاجة في الوقت الراهن أكثر إلحاحا لهذا النمط من الإعلام الملتزم في ضوء التحديات الكبيرة التي تواجه الأمة، خاصة في العراق وسوريا واليمن والقائمة في ذلك طبعا تطول لا شك؟ يعني لا شك أنه إذا انطلقنا أولا من العراق باعتبار هو الحاضنة الرئيسية والساحة المستهدفة من قناة الرافدين بالدرجة الأولى، فهو بحاجة إلى استمرار هذا النمط وتطوير هذا النمط. بالتأكيد كثير من المتغيرات طرأت سواء على المستوى السياسي أو الإعلامي أو الاجتماعي، وبالتالي الرافدين مطالبة بتنويع طرق عرض الأهداف ونوع الإعلام الذي تقدمه من خلال منصاتها ووسائلها. ولا شك أن العالم يسير يعني بسرعة كبيرة في الجانب الإعلامي على وجه الخصوص، والعراق طبعا بالتأكيد لا ينفصل عن المحيط الذي يدور في فلك العراق. القضية المركزية اليوم الإشكالية من إيران ووكلائها والكيان الصهيوني ووكلائه، وهاتان الدائرتان تتقاطعان في كثير من المحاور والاتجاهات، والرافدين تنطلق من البعد العراقي نحو القضية الكبيرة وهي المساحة العربية والقضايا التي كما قلت تتقاطع فيها المحوران نحو العدوين الرئيسين لهذه الأمة. ما يجري في العراق ليس بعيدا ولا قريبا عما يجري في سوريا واليمن، وبالتأكيد عن فلسطين والأقصى. هذان العدوان الكيان الصهيوني و إيران تحاولان بالتعاون أو ب يعني دور مقابل دور آخر قبض المساحات على مستوى الجغرافي وعلى المستوى السياسي وحتى على المستوى الاخلاقي بالإفساد. ولذلك نؤكد على ان الرافدين ينبغي ان تتواصل بهذه المسيره وان تعمق من قضيه الانخراط اكثر بالملفات العربيه المتشابكه مع الملفات العراقيه، وهي توفر لها طبعا بالتاكيد جمهور ومساحه ورقعه اكبر من حجم الجمهور العراقي. وبالتالي لا شك ان العرب ايضا ينظرون الى العراق باعتباره يعني الواجهه الشرقيه لهذه الامه، وهو اكثر بلد تعرض للايذاء وكل ما جرى يعني من تاثير على سوريا واليمن. كان بالتاكيد انطلق من التاثير الذي حدث في العراق، والرافدين مدعوه وهي منخرطه بالفعل وندعوها لمزيد من الاهتمام والاستضافات والانخراط مع الاشخاص والاطراف والجهات والتغطيات التي تمس الشان السوري واليمني. أستاذ معاذ، يعني هناك ربما من يتساءل،
يعني لماذا اختارت قناة الرافدين أن تكون في الخندق الوطني الشعبي المناهض للاحتلال وأيضا مناهض للمشروع السياسي بقواها الطائفية، رغم أنها تعلم بالثمن الباهظ الذي سيترتب على هذا الموقف؟ ما سبب في ذلك؟ بداية أثني على ما تفضل به الأستاذ حسين. وأبدأ بما انتهى إليه وأقول المشهد العراقي الذي يريد مشروع الاحتلال ومخرجاته يريدان فرضه على العراقيين يقتضي الانحياز التام لخيار الشعب العراقي. ويلزم كل من يريد التغيير أن يتخذ خيار المواجهة، فهذا ما فعلته قناة الرافدين. ثم إن هناك قضية جوهرية في المشهد العراقي، أنه بعد 2003 وحتى يومنا هذا بعد مضي 20 سنة المشهد منقسم إلى اتجاهين رئيسين، اتجاه باطل واتجاه حق، اتجاه الاحتلال ومشروعه واتجاه المقاومة والقوى المناهضة للاحتلال والعملية السياسية. ثوابت الشرع وحقائق التاريخ ودلائل العقل ومقتضيات الانتماء الوطني كلها تفرض الانحياز إلى الاتجاه الثاني والتصدي للأول. الرافدين اختارت الاتجاه الثاني بموجب هذه المقتضيات، فهي منزهة عن أن تكون من أدوات الاحتلال، بل معززة ومكرمة بمناهضته ومقاومته. قناة الرافدين تدرك أن كل ثمن تبذله في هذا السبيل مستحق للعراق وشعبه الكريم. أستاذ حسين، يعني برأيكم ما هو المطلوب من هذا الإعلام الملتزم ليكون ربما يكون يعني أكثر تأثيرا وتماسا بهموم الأمة وناقلا معاناتها إلى شريحة أوسع من الرأي العام؟ ما المطلوب في ذلك أستاذ حسين؟ يعني في البداية يجب أن نبين للمشاهدة والمستمع التفاصيل أو تقسيمات المشهد الإعلامي في العراق. اليوم لدينا في العراق قنوات إعلامية اللي تابعة لشبكة الإعلام العراقي على القناة العراقية والقناة الملحقة بها، وهذه تعكس وجهات نظر الحكومة العراقية. لدينا القسم الآخر القنوات الميليشيات، وهي أيضا متشابكة مع المشهد الأول، لأن الميليشيات اليوم مستفيدة من المنح الحكومية ومن الدعم الحكومي، وفضلا عن الابتزاز الذي تقوم بهذه الميليشيات وتوفيره لإعلامها. هناك قنوات يعني فنية تناولها للمشهد السياسي عبارة عن يعني أشبه ما تكون صفقات ابتزاز كثير من القنوات للأسف، وبعضها من بين القنوات الأكثر مشاهدة في العراق، عبارة عن تغطيات تراعي الضغوط السياسية وتراعي التكتلات والحزبية. هذه الأقسام الثلاثة هي يغلب عليها أكبر مساحة من القنوات العراقية. قناة الرافدين تمثل نمط متفرد في طريقة التغطية. أولا أنها توفر مساحة للتيار المعارض المناهض للعملية السياسية وملحقاتها. ثانيا على المستوى الأخلاقي والاجتماعي هي تحاولت تعكس وجهة نظر ومواقف وحال وواقع شريحة كبيرة من العراقيين قد تكون تمثل ما لا يقل عن 60-70% من واقع العراقيين الذين يعانون من الإقصاء والتهميش والبؤس والبعد عن الحالة العراقية التي يعني مصابة بالفساد السياسي. وبالتالي عملية تقل هذه الشريحة أولا على مستوى العراقي، أعطائها صوت، أعطائها مساحة. وبالمناسبة ربما لاعب الكثير من جمهور قناة الرافدين في المناطق الوسط والجنوب العراق لا تقل عن جمهورية في المناطق الغربية والشمالية. هناك مساحة كبيرة لتغطيات قناة الرافدين تحاول أن تجد يعني أو توجد تغطية شاملة متعددة على مستوى اللون العرقي والقومي والثقافي في العراق. وبالتالي هذا التغطية مع ما أسلفنا وقلناه في السؤال السابق من مسألة الارتباط مع المحيط والأمة العربية والإسلامية في التغطيات التي تهم المنطقة سواء في المحيط العراقي أو في القضايا المركزية، هذا الربط بين الواقع الوطني العراقي والهموم
التي تعيشها الأمة كمساحة كبرى ودائرة أوسع، ربما قليل من القنوات العراقية بالإمكانات المتواضعة لقناة الرافدين من تستطيع أن توفره وأن تغطيه بشكل مناسب. وبطبيعة الحال الإعلام وقناة الرافدين جزء من القنوات الإعلامية، لا شك أنه تتفاعل مع هذه المعطيات على المستوى الداخلي والمستوى الخارجي. ونؤكد أنه عملية المواكبة مع التطورات الأمنية والسياسية من جهة، وعملية تفاعل المنصات الإعلامية للرافدين وتطويرها بالشكل الفني والقوالب المناسبة التي تحتاج إلى أن تكون على مستوى التحديث المناسب، هي من أهم الوسائل التي تعين على أن يكون هذا الإعلام المنسجم المقاوم متواصلا مع الأحداث المهمة وبشكل يتناسب مع كل المواقف الموجودة. أستاذ معاذ، في سؤالي الأخير، يعني ما المنتظر من قناة الرافدين في المرحلة القادمة، خاصة كما تعرفون طبعا أن الوضع في العراق لم يتغير بل يزداد سوءا، ما المنتظر؟ من قناة الرافدين هو ما ينتظره العراقيون. العراقيون منذ عقدين من الزمن يتطلعون إلى الخلاص، لذلك تجدهم يتفاعلون مع كل سبب لشأنه أن يمهد لهم السبيل إلى ذلك. قناة الرافدين مثابة عظيمة في هذا الشأن، هي تعلم أنها ليست كغيرها من وسائل الإعلام، كل يوم تجد نفسها أمام تحدي جديد وواجبات أكثر، لأن المشهد العراقي متفاعل ومتحرك باستمرار ويتطلب مواكبة ومعالجة. نستطيع أن نقول أن الرافدين فرضت على نفسها أن تنافس نفسها في كل مرحلة، تتألق وتبدع وتقدم الخطاب والمحتوى الذي يشفي غليل العراقيين ويمنحهم الأمل في نفس الوقت، لأنها تدرك واجبها وتعرف أهدافها في هذا السياق. كل ما يعني في كل مرحلة تمر عليها من هذا النوع تجد نفسها في المرحلة الأخرى ملزمة بعطاء بمستوى أعلى وجودة أكثر، وهي أهل لذلك طبعا. لا نقولها مجاملة لأن الرافدين وجه آخر لعملتنا، بل لأنها تستحق أكثر مما نعطيها من مدح وثناء. وإنجاز لي في الختام أن أتغزل بقناة الرافدين التي ابتدأت بوصفها بالعروس، أتغزل بها في يوم ميلادها وذكرى تأسيسها، فلا أجد أبلغ من قول الشاعر: أنت الصباح إذا أتاني مشرقا، أنت الضياء وكلهم ظلمات. من عمان مسؤول قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين معاذ البدري، وعبر الهاتف من الدوحة كان معنا الصحفي العراقي حسين دلي، شكرا جزيلا لكما.